خلصت خلصت بليف خلاص لا والله مو تبليف والله جد طيب اوكي انت جبت النقطه المهمه اللي بدنا نتكلم عنها. انا طبعا لما جلست معاهم لاحظت انه حبهم الشديد للراب والهيب هوب هم اللي خلاهم جود رابرز جود ام سيز، لكن طبعا حبيت اني اعطيهم شويه نبذه من تاريخ الهيب هوب عشان يكون عندهم نوليدج اباوت ذا ارت ذات ذي لاف تو دو. ففي حاجات كثير فيها يعني اتس ا لايف ستايل اتس ا واي اوف لايف هذا هيب هوب هذا الهيب هوب. فمثلا بدات في البرونكس بعدين الكوينز وبروكلين وكلهم كانوا بيسووا تحديات بينهم وبعض. هي بدات انه الدي جي هو اللي كان بيسوي الميوزك ويجي صاحبه اللي هو كان متحدث الجريو كان يسموه الجريو او الام سي ماستر اوف سيريموني مايكروفون كنترولر اللي هو الرابر كان يمسكه كان الدي جي بيدير الميكروفون يقول له اتكلم عني اتكلم عن الحارة ما دي جي از ذا بيست دي جي ما جيت اب ماي هود از ذا بيست هود كده كان كده بقى الموضوع بدا ما بيبل ما فاميلي ما فريندز والكلام هذا كله. يجيك الحارة الثانية انا اقدر اسوي احسن مني بدات تروح التحدي والكلام هذا كله. بعدين شوفوا احنا عايشين كيف ما هم مهتمين بينا والكلام ده سيلف اكسبرشن بدا الكلام ده كله. Rap a little bit so I can get the level. احكي. What? Check. Do a rap. Rap? Yeah. سكوتي في الماضي ما بيعني انه رصيدي فاضي طوفان الموج جواز رح يجرو في كلمين منه راضي وجودي زلزال في الراب okay. العربي بهد الكل. Are you ready? Yeah, I'm ready. This is your beat now. Okay. انت رح تخبط اهو. Record. Okay, record is Apple and nope. Spacebar. This one. Yep, record. جاهز؟ قولي. سكوتي في الماضي ما بيعني انه رصيدي فاضي طوفان الموج جواز رح يجرف كل من منه راضي وجودي زلزال في الراب العربي بهد الكل. شايف؟ لما بدا حمى شوي. ايه. سو هلا لازم توتي الصوت شوي. صوت تمام شايف عشان راح في الاحمر هذه دليت يا دليت ما حبيبي شاطر سرت شايف جاهز يا I'm ready. سكوتي في الماضي ما بيعني انه رصيدي فاضي طوفان الموج جواز رح يجرف كل من منه راضي وجودي زلزال في الراب العربي بهد الكل اعصابك بدي شل واجهني اوعى تفل سي وبياض وارع هاف كوز ام ذا ماسك فري ستاري انا افرمي من قدي افرد كلمة تحدي لك فكر تقف ضدي من فوقك اسمعني باختصار انا سوري بافتخار كلامي انفجار خراب اعصار دمار الموج جواز قضيه للراب هوية في اللهجة الحلبية مفعولة مية مية ممنوع علينا الضحكة والفرحة والنظرة وحتى البسمة محبوسين بسجن الظل والدنيا فينا عتمة كل لحظة قلبي بيرعد خوف من بكرة انه يكون اسمع عايشين لا نطلع ما بنرجع ضايعين في هالعالم وكل شي حوالينا عم يلسع مشوارنا بعيد بالامل محفوظ بالقبر طب يبلع من هالقبر رح نطلع من تحت قوة رح نصنع رح نكسر هالحاجز باول سلم رح نطلع الموج وجواز الاسطورة السورية رح ترفع الصوت عالي وين ما بيقدر يلحق لازم يسمع انه صوت الحق بيقلع بركان بيصنع للظلم بيدفع. دحين جا دورنا احنا بنستفيد بنتعلم منهم لكن الراب اللي احنا بنسويه مو راب بنتقلد منهم وبنتاثر منهم لا احنا بس اقتبسنا هذا الفن انه وجينا انه هذا زي ما نقول اوتلت لينا برضه نقدر نستخدمه بس احنا فاحنا دحين اغلبيه الناس لسه ما يعرف عن الراب كثير في العالم العربي احنا بنحاول نطلعه فاظن نفس الليفلز اللي هم حيمشوا فيها احنا حنمشي فيها دحين احنا بندخل في مرحله التشينج مرحله التطور بدل ما نفضل في نفس الحاله اللي احنا فيه حنتكلم على اللي موجود فيه قدامنا المشاكل اللي بينه وبين شوارع مصر المشاكل اللي عندنا من التوظيف whatever it is هذه لازم نتكلم عنها لأنها ما حتنتهي وهذا هو صوت الشارع صوت الشعب لكن في حاجات تانية hip hop is a way of life تقدر أنت تتكلم على أي حاجة تبغاها في الحياة تقدر أنت تقتبس شخصية شخص آخر تتكلم بلسان أي وبتحكي قصة بتحكي فيلم بتحكي حب زي ما انت سويت الكلام ده كله فهذا اللي انا هذا اللي انا بقول لكم هو انا ما عاد اشوفكم بتتكلم عليه انتم ما شاء الله انتم رابرز يو ار رابرز
ولو عندنا الوقت نستغل الاستغلال. أنا أقول لك حاجة، مش بصورة. يمكن أول مرة أقول لك، أنا غير إني معلومة يعني، غير إني أغني راب، ترى أنا شاعر ولي قصائد. أكيد طالما تكتب أنت شاعر. يا شيخ. إيه. يا شيخ. والله. شاعر ولي قصائد. نفس الكتاب. لا أحد. أبجد شاعر ويعني مشيت في مجال الشعر كثير. الشعر قلب، لأنه الشعر إسبارتوف. الحمد لله والشيء اللي. إسبارتوف. بوتري. فهذا وهذا الشيء مساعدني الحمد لله. انا حتى الوالد عندي شاعر، عندنا من اسرتنا كلها ما شاء الله تبارك الله، فحتى كلمات مكتوبه باذن الله يعني اشياء. هذا حساسه كثير، لانه تعرف احنا لغتنا اللغه العربيه لغه ديب عميقه ثريه غنيه عمليه حاجات كثير كلمات. انا شخصيا اقول لك ما اعرفها. اول من اول ما خلصنا كلام انا ونبيل مع قصي، يعني انا حسيت ان القعده اللي كنا قاعدينها مش بنتكلم عن هيب هوب بقى ان هو كانه درس بقى وشرح وواحد زائد واحد بيساوي اثنين، ومش الموضوع ما كانش كده. الموضوع كانك بتتكلم مثلا عن الكوره، بتتكلم عن اي حاجه انت بتحبها. احنا كنا بنتكلم عن الهيب هوب او على المزيكا عشان هي دي الحاجه اللي احنا عايشين.